أهلا بكم، اشتركوا في قناتنا لتصلكم كل الأخبار الرياضية لحظة بلحظة في تغطية خاصة لمباريات كأس العرب قطر 2021. والآن لنبدأ. ستقام مباراة نهائي كأس العرب 2021 إن شاء الله يوم السبت المقبل والموافق للثامن عشر من ديسمبر الجاري على استاد البيت بمدينة الخور بين المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري، وتنطلق صافرة بداية نهائي كأس العرب قطر 2021 في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت كل من تونس الجزائر والمغرب، السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة ليلا بتوقيت أبوظبي. ويمكنكم مشاهدة مباراة نهائي كأس العرب قطر 2021 عبر قنوات بين سبورتس وكذلك قناة الكأس الرياضية القطرية. مشاهدة طيبة للجميع. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائماً.